السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي زميلاتي، أهلا ومرحبا بكم في محاضرة بعنوان Rehabilitation after Gynecological Surgeries. المحاضرة مقدمة من خلال جمعية جسر للمصريين بألمانيا بالتعاون مع نقابة الأطباء المصرية، والهدف منها في البداية هو إن إحنا نقدم ولو نرد ولو جزء بسيط من جميل بلدنا علينا من خلال ان احنا نقدم مجموعه من المحاضرات لنقل الخبرات في المجال الطبي هنا في المانيا لزملائنا في مصر، بحيث ان احنا نتبادل الخبرات مع بعض. المحاضره بقدمها لكم انا محمد تبعي حموده، طبيب مقيم بمستشفى هيليوس كلينيك في هلمشتت. والمحاضرة مبنية بشكل يعني شبه كامل على الفترة اللي أنا اشتغلتها بريها كلينيك أوتيرزوم أو فيو دي، مستشفى ريهابليتيشن كانت متخصصة في إعادة التأهيل ريهابليتيشن لمرضى الجينيكولوجي بعد التيومرز، والتيومرز سيرجري، وكان فيها جزء تاني مخصص للنيومولوجي اللي هو الأمراض الصدرية وكده. هي برضه الريهابليتيشن، هنا فكره الريهابليتيشن مش فكره خاصه فقط بالتيومر بتاعت الجينيكولوجي ولا حتى التيومرز عموما، هي فكره الريهابليتيشن دي فكره عامه، ويتعمل فيه ريهابليتيشن للأورثوبيدي، في ريهابليتيشن للكارديولوجي، في ريهابليتيشن للسيكولوجيكال بروبلمز، في يعني ريهابليتيشن، فكره اعاده التاهيل دي فكره تقريبا موجودة لكثير من التخصصات، إن إعادة تأهيل المريض بعد مرحلة ما بعد العلاج أو حتى في أثناء المرض نفسه، يعني في أثناء الحالة المرضية نفسها. طيب إحنا هنبدأ نتكلم عن الأول ليه ريهابليتيشن، يعني ليه في فكرة ريهابليتيشن. الريهابليتيشن ده مجرد رفاهية بنقدمها للمريض ولا دي حاجة مهمة؟ طبعا مما لا شك فيه ان في مصر محاولات للريهابليتيشن بس بتتم في جزر منعزلة، يعني طبعا يعني بيعمل ريهابليتيشن لجزء فلاني مثلا، دكتور فلاني في عيادة فلانية، يعمل ريهابليتيشن لجزء تاني، دكتور تاني في مكان تاني، وهكذا وهكذا. لكن عشان ليه احنا محتاجين ريهابليتيشن بشكل منظم، بشكل منظومه، بشكل زي كده، زي ما انا وريتكم المستشفى مثلا اللي انا كنت شغال فيها، مستشفى كامله ضخمه جدا مهتمه باعاده التاهيل. وطبعا المستشفى دي مش ده المانيا، هنا في عشرات وانا اعتقد ممكن تصل لمئات الريهابليتيشن سنترز وكده. طب هل الريهابليتيشن بيتم فقط في مستشفيات؟ لا، هو الريهابليتيشن بيتم في مستشفيات زي ما انتم شايفين كده، بيتم كذلك في بعض اجزاء منه بيتم في خلال عيادات للريهابليتيشن، بعض اجزاء منه كمان بيتم في زي سبورت ستوديو اللي هو فيتنس ستوديو اللي هو صالة لياقة بدنية، بيقدم برضه ريهابليتيشن لبعض الاجزاء الرياضية. هنعرف بعد كده ليه الريهابليتيشن. الريهابليتيشن انا عايز اقول لكم معلومه قد تبدو غريبه للبعض، ان المستشفى اللي هي الريهاد سنتروم اللي انا كنت شغال فيها دي كانت تابعه للدويتش رينت فيرزيشرونج اللي هي هيئه التامين، هيئه المعاشات الالمانيه. طب ايه علاقه هيئه المعاشات الالمانيه بالريهابليتيشن؟ قد يبدو الاول ما لهاش علاقه، لكن هي الحقيقه انها لها علاقه كبيره جدا، وده السبب الاول انا هذكره ليه ريهابليتيشن. تعالى نتخيل مع بعض مريضة عندها 40 سنة، جالها مثلا كانسر سيرفايكال تيومر، مثلا سيرفايكال كانسر، وعملت العمليات بتاعتها، طبعا قعدت طول الفترة دي مرضي، عملت العمليات بتاعتها وبعد كده خلاص مش قادرة تشتغل. بعد ما خلصت العمليات بتاعتها بقى عندها ليمف اديما جامدة جدا في رجليها الاتنين، بقتش مش قادرة تمشي، مش قادرة تتحرك، فعملت ايه؟ سوت معاشها، طلعت معاش، قعدت في البيت بتاخد معاشات. يبقى بدل ما دي كانت موظفة بتأدي وظيفتها وبتشتغل وبتدفع ضرائب للدولة، دي طلعت من منظومة الضرائب واتحطت في منظومة المعاشات، فبقت بدل ما هي كانت بتدفع فلوس تغذي بيها الخزينة العامة للدولة، بقت هي قاعدة في البيت بتاخد من الخزينة العامة للدولة.
النموذج ده بقى تخيله على عشرات بل مئات بل آلاف المرضى في تخصصات مختلفة، بدل ما كان واحد عمل حادثة، جات له عمل عملية مش قادر يحرك رجله بعد العملية بشكل كويس، سوى معاش وقعد في البيت. واحدة مثلا بريست كانسر، جالها بريست كانسر، عملت العملية بتاعتها وخدت الكيموثيرابي والراديوثيرابي بتاعها وقعدت في البيت، مش قادرة تتحرك، مش قادرة تحرك دراعها، مش قادرة تتحرك، عندها إجهاد فتيج، قعدت في البيت سوت معاشها، بدل ما كانت بتدفع ضرائب بقت بتاخد معاشات. ونماذج من دي، عشرات النماذج زي ما قلت لكم، مئات بل آلاف النماذج من دي، بدل ما كانت بتضيف للخزينة العامة للدولة بقت بتاخد من الخزينة العامة للدولة، بتاخد من صندوق المعاشات. لهذا ارتأت الحكومة الألمانية وصندوق المعاشات في ألمانيا، ارتأى إن هو أوفر لي إن هو يبني مستشفيات ويشغل دكاترة تعمل ريهابليتيشن للمرضى دول، بحيث إن هي تعيد تأهيلهم وتعيدهم مرة تانية لسوق العمل. لقوا إن ده أوفر على خزينة الدولة من إن الناس دي تمرض وبعد كده تقعد في البيت وتسوي معاشها وتاخد معاش. الفكرة بشكل أساسي مبنية فاينانشلي، بشكل مادي، مش بشكل، الفكرة الأساسية مش بشكل إنساني أو عاطفي أو لا، هو فعليا الدولة مستفيدة من إن هي تعمل الريهابليتيشن سنترز أو الكلينيكومز دي. طيب الجزء الثاني هو جزء صحي وجزء إنساني. مش معقول يبقى في طريقة للمرضى إن هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وإحنا نمنع عنهم هذه الطريقة بسبب إن الحاجة دي مش موجودة، إن الريهابليتيشن ده مش موجود. أنا قبل المحاضرة كنت بتكلم مع زميلي وصديقي الدكتور خالد عن إن حتى فكرة الريهابليتيشن سنتروم مش موجودة في مصر حتى للأغنياء، يعني حتى لو أنت ثري، حتى لو معاك فلوس وهتدفع من جيبك بفلوس، أصلاً فكرة ريها كلينيك دي، يعني مستشفى ريهابليتيشن، مش موجودة. يعني أنت حتى لو أنت غني هتعمل مثلا بعد الشر يعني يجيله المرض السرطاني وبعد كده ياخد العلاج بتاعه وبعد كده ما يقدرش يعمل اعاده تاهيل حتى على حسابه، لان اصلا الفكره مش موجوده. طب وليه؟ طب انا اعرف يعني بصفه شخصيه، طبعا متاسف انها تجربه شخصيه، ام واحد صاحبي زمان وانا في مصر كنت طبيب، يعني انا كنت شغال في مصر، كنت اخصائي نساء ولاده في مصر قبل ما اسافر. كانت ام واحد صاحبي كان عندها بريست كانسر وعملت عمليه ماستكتومي مع لينف ادنكتومي، وكان عندها لينف اديما في ايديها فظيعه، خلاص تقريبا عندها ايد وقفت تماما عن العمل بسبب ان حاجه بسيطه، اللينف دريناج داون او اللي هو عمليه اللينف درينج دي، حاجه يعني مش عبقريه يعني، مش بس ما تعرفهاش، ما حدش اتكلم معاها عنها، ما فيش حد، وهش هضحك عليكم انا نفسي ما كنتش اعرف كتير عنها يعني انا في مصر، فحياتها اتدمرت مع حاجه بسيطه جدا. فالموضوع شق اساسي منه، شق كبير منه مادي، خاصه للعاملين لسه اللي هم لسه في سن العمل. طب الناس اللي في سن المعاش هنا في المانيا مين بيدفع لهم الريهابليتيشن؟ التامين الصحي. المريض الشخص ده كان طول حياته بيشتغل او بيدفع تامين صحي اجباري، فمن حقه ان هو بعد الشر يجي له كانسر ويتعالج منه، انه يتعمل له تامين، يتعمل له ريهابليتيشن، اعاده تاهيل بفلوسه هو اللي دافعها، مش حد تاني دافعها له، مش حد بيجاب عليه، مش من الخزينه العامه للدوله، لكن دي فلوسه اللي هو دافعها في التامين الصحي بتدفع له تاني لاعاده التاهيل. هما كانوا فعلا عندنا في المستشفى المرضى اللي في سن العمل اللي هم تحت سن المعاش، كان اللي بيدفع لهم ده التامينات المعاشات. اللي في سن اللي بعد خلاص تخطوا المعاش، يعني واحده مثلا جالها كانسر وهي عندها 80 سنه، فهي كده كده اوريدي اصلا بره سن المعاش، بعد سن المعاش بيدفع لها التامين الصحي. طيب الموضوع ليه شق الاساسي شق مادي، الشق الثاني شق صحي وانساني. وكمان انت لما بترفع من الكفاءه العامه للصحه العامه للمواطنين، يعني المريض اللي كانت عندها مثلا تيومر، مثلا سيرفايكال تيومر وعملت، او كان عندها اندوميتريوم كارسينوم كانسر وبعد كده عملت لها العمليه بتاعتها، خدت الشيموثيرابي بتاعها كل حاجه، لو هي عندها فتيج وقاعده في البيت ما بتتحركش،
انت كدولة خسران. حد ده كان ممكن يقوم، كان ممكن حتى لو مش هيشتغل في الجهاز العام للدولة ومش هيساعد الدولة بانه يدفع ضرائب، لكنه بيساعد، بتساعد بنتها، بتاخد عنها العيال لما بنتها تروح الشغل. يعني انت بترفع من الكفاءة العامة للحياة عموما للمواطنين بصفة عامة. فده فكرة ليه ريهابليتيشن. طيب حاجة بعد كده، هو ايه هو الريهابليتيشن؟ ايه ما هو الريهابليتيشن؟ الريهابليتيشن ده انا طبعا النهارده المحاضره بتاعتي عن الريهابليتيشن افتر كانسر سيرجريز او تيومر سيرجريز. لكن بصفه عامه يعني المريض اللي هو كان عنده كانسر دون او كان عنده كانسر، هنتكلم عن الكانسر يعني، كان عنده كانسر وبعد ما اتعالج منه، يعني صحيح المرض نفسه الديزيز نفسه بيعمل كومبليكيشنز وبيعمل مضاعفات، لكن حتى التريتمنت نفسه بيعمل سايد افكتس كومبليكيشنز، مش كومبليكيشنز سايد افكتس، وهنتكلم عنها في سلايد بعد كده كتير. لان طبعا التريتمنت ده يعني سيرجيكال او الكيموثيرابي او الراديوثيرابي او حتى الهرمونال ثيرابي، كل العلاجات دي بتعمل سايد افكتس، سواء فيزيكال سواء سوشيولوجيكال سواء اذر ديزيزز او حاجات كده. فالريهابليتيشن هو الهدف منه في الاساس ان احنا as far as possible, ان احنا نرجع المريض لحياته الطبيعيه مره تانية، عن طريق ان احنا نرجعه تاني اكتف، سواء في العمل سواء في العائله، نقلل عنده السيمبتومز بتاعه الكانسر او حتى الكانسر تريتمنت، عن طريق ان احنا نرجعه تاني اندبندنت بيرسون. نقطه مهمه جدا، واحده عندها 60 70 سنه جالها كانسر واخدت تريتمنت، بعد كده خلاص هي بعد ما كانت ست، قبل ما يجي لها الكانسر مثلا بسنتين كانت ست بيت عندها مثلا 59 60 سنه، واقفه على رجلها ماشيه البيت كله على عجين ما يلخبطوش، بتطبخ بتغسل بتمسح بتكنس بتنزل تشتغل بترجع بتساعد جيرانها في كذا مش عارف ايه، بتراعي ولادها بتراعي ولاد ولادها. تحولت الى انسان قاعد في السرير محتاج حد يجيب له اكل، محتاج حد يجيب له شرب، محتاج حد يقوم يدخله الحمام، بدل ما كانت هي شخص اندبندنت، مش اندبندنت بالمفهوم اقصد اندبندنت انها تقدر تقوم بافعالها لنفسها، تاكل نفسها وتشرب نفسها، بل هي كانت بتساعد غيرها، اصبحت هي شخص محتاج للمساعده. هدفنا في الريهابليتيشن ان احنا نرجعها تاني اندبندنت بيرسون اندبندنت. وفعلا في مرضى بترجعوا تاني اندبندنت لدرجه ان 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 بيعملوا اعمال شاقه. يعني انا كان ساعات بشوف في الريهاب كلينيك مرضى بعد ما خدوا الريهابليتيشن رجعوا، دي مثلا كانت واحده فلاحه في بايرن، فلاحه بتقرع وتزرع في الارض وعندها ما شاء الله حاجه و70 سنه، ورجعت تشتغل بكامل كفاءتها مره ثانيه، رجعت تاني اندبندنت بيرسون. الحاجه الرابعه ان احنا نرفع الكواليتي اوف لايف. الكواليتي اوف لايف احنا كلنا هنعيش في حياتنا زمن محدد ربنا حدده لنا، سواء 80 90 100 120 سنه، ربنا يديك جميعا طول العمر. احنا كلنا هنعيش السنين اللي مكتوبه لنا كده كده، لكن الفكره هتعيشهم ازاي؟ هتعيشهم انسان حزين تعيس مريض السنين اللي باقيه لك، يعني بعد شر عنه جميعا، يعني السنين اللي باقيه للمريض حزين تعيس مش قادر تعمل حاجتك لنفسك، محتاج لغيرك، نفسيتك تعبانه، ولا هتعيشهم سعيد ومنطلق وبتساعد غيرك ومنطلق في الحياه، بتعمل كل الادوار المطلوبه منك، بتراعي نفسك وبتراعي كمان الناس اللي حواليك. quality of life، الكواليتي اوف لايف ده احد اهم الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها في الريهابليتيشن. طيب بما اننا هنتكلم عن الريهابليتيشن بتاع الجينيكولوجيكال تيومرز، ايه اشهر جينيكولوجيكال تيومر في الديفلوبد كانتريز؟ اشهر جينيكولوجيكال تيومر عند السيدات يعني اندوميتريال كانسر، يليه الاوفريان كانسر، يليه بنسبه قليله السيرفايكال كانسر، وفي البريست كانسر. البريست كانسر ده يعني في بعض الدول بتعتبره زي مصر بتعتبره جزء خارج الجاينيكولوجي، دول زي المانيا بتعتبر البريست كانسر تبع الجاينيكولوجي، طبعا احنا لو دخلنا معاهم البريست كانسر فالبريست كانسر هيطلع هو رقم واحد.
لكن احنا هنا في المانيا بنعتبر البريست جزء من الجينيكولوجي، فعشان كده هو ضمن شغلنا. ان هو طبعا اشهر، لو هو اعتبرناه جينيكولوجي هيبقى اشهر جينيكولوجيكال تيومر، دي اشهر تيومرز. طيب انا هنا مش هدخل في تفاصيل بقى، ومش هتكلم عن التيومرز اللي هي الرير ده، يعني هنتكلم في اكيد فالفال تيومر، في فاجينال تيومر، في تيومرز كتير جدا طبعا، الليومايوساركوما، حاجات مختلفه، الاوفيريان تيومر بقى بانواع مختلفه كتيره جدا، وكل نوع ليه حاجته. مش هتكلم هنا عن، بتكلم بصفه عامه يعني، بصفه عامه الاندوميتريال تيومر، الاندوميتريال كانسر، الاوفيريان كانسر، السيرفايكال كانسر، البريست كانسر، تمام؟ كل واحد من دول انا مش هدخل في تفاصيل علاجه، لكن ايه يعني اشهر الحاجات اللي بتتعامل معايا. يعني مثلا على سبيل المثال اندوميتريال كانسر، هيستريكتومي مع لينفا ادنكتومي، كيموثيرابي مع هرمونال ثيرابي على حسب الستيج وحسب الكلاسيفيكيشن بتاع التيومر، راديشن ثيرابي يعني بصفة عامة، مش من غير ما ندخل في تفاصيل كتير، هنعمل راديكال هيستريكتومي ولا هيستريكتومي ولا مش يعني، بصفة عامة يعني سيرجري، احنا ندخل سيرجري. طب هل ده بيعمل غير كومبليكيشنز؟ طبعا كل عملية وكل تريتمنت ليه كومبليكيشنز. لا يعني بيعمل لونج تايم سايد افكت، سايد افكتس؟ اه طبعا بيعمل، وهنتكلم عنها بعد كده. طيب ايه تاني؟ مثلا السيرفايكال كانسر، السيرفايكال كانسر برضه العلاج بتاعه هتلاقي فيه سيرجري، هتلاقي فيه راديشن، راديوثيرابي، تمام، بيبقى فيه السيرجري ده بيبقى معاه كمان ساعات لينف ادنكتومي، و يعني كل ده ليه برضه سايد افكتس سواء شورت تيرم او لونج تيرم. طيب الاوفيريان تيومر كذلك برضو، الديبالكينج سيرجري طبعا في الحالات المتاخره، الديبالكينج سيرجري مع الكيموثيرابي، الكيموثيرابي ده يعني شيء صعب جدا يعني بيعمل فعلا لونج تايم سايد افكتس رهيبه، فبياخد بياخد كيموثيرابي، بتعمل ديبالكينج سيرجري طبعا، يعني كل ده بيبقى ليه سايد افكتس كبيره وكتيره على البيشنتس. واحنا دورنا في الريهابليتيشن احنا نعيد تاهيل البيشنتس دول ان هم يرجعوا تاني لحياتهم الطبيعيه بقدر الامكان، دايما نركز على كلمه بقدر الامكان. اه في جزء تاني برضه، ان هم يرجعوا حياتهم الطبيعيه بقدر الامكان، وان احنا نهيئ لهم الحياه الطبيعيه في الخارج بحيث انها تلائم ظروفهم، دي برضه نقطه هتكلم عنها في الريهابليتيشن، ان احنا مش بس بنظبط المريض على وضعه الخارجي، ان احنا كمان بنساعد في تظبيط الوضع الخارجي للتعامل مع المريض ده، بحيث ان هو يقدر المريض يستفيد منه ويفيده بالشكل الامثل، هنتكلم عن الكلام ده بعد شويه. طيب البريست كانسر طبعا ده اشهر تيومر بيجي للستات، فطبعا يعني السيرجري سواء الماستكتومي او اللوبكتومي او ويتعمل بعدها بقى ممكن ريكونستراكشن مع بروتيزا اللي هي السيليكون مثلا، زراعة سيليكون او كده. طبعا الكيموثيرابي، الراديشن اللي هو الراديوثيرابي، الهرمونال ثيرابي ليها عامل كبير جدا، شغل كتير جدا في البريست كانسر، وال انتي كوربر ثيرابي برضه ده اللي هو انتي بادي ثيرابي، كل دي يعني علاجات مختلفة بتستخدم للبريست كانسر، وبقى بتعمل برضه لونج تايم سايد افكتس انا شفتها كتير قدام، يعني سواء في مصر سواء في ألمانيا، حتى المرضى اللي هم ما راحوش ياخدوا الريهابليتيشن بمزاجهم، مش عشان هم ما لاقوهوش، هو موجود طبعا لكن هو ما لاقوهوش يعني ما اخدوهوش بمزاجهم، فبقى عندهم سايد افكتس كبيره يعني. طيب ايه بقى السايد افكتس دي؟ شوف لسته طويله عريضه من السايد افكتس، يعني انا طبعا مش محتاج اقعد اقراها لكم واحده واحده، لكن بصفه عامه كل مرضى التيومرز ومرضى الكانسر بعد التريتمنت بيعانوا من حالة رهيبة من الفتيج والإجهاد العام،
وده بالتالي بيؤدي إلى حالة سيئة جدا من الدبريشن والاكتئاب، وبالضرورة كمان بيتحصل عندهم مشاكل في الذاكرة وميموري لوس وكده. الناس اللي تلقت كيموثيرابي وراديوثيرابي بيعانوا من بين بون لوس او اوستيوبروزس، وبيعانوا من دينتال بروبلمز، بيعانوا من فقد الكالسيوم بشكل كبير جدا من البون. الناس اللي بتاخد هرمونال ثيرابي بيحصل عندها مشاكل في البلاد كوجوليشن، بيحصل عندهم هارت بروبلمز، بيحصل عندهم منوبوزال سيمبتومز زي الفلاشن، زي برضو الايموشنال او الديبريشن يعني. بيحصل عندهم كمان سيكشوال ديفيكاليتيز، كل ده بسبب الهرمونال ثيرابي يعني. طبعا وكمان الكيموثيرابي بيعمل حاجات من دي برضه. طب الناس اللي عملت ليمف ادنكتومي، ناس دي بتعاني من مش كلهم يعني، بس على حسب الليمف ادنكتومي كان حجمه قد ايه، يعانوا بنسبه كبيره منهم بتعاني من ليمف ايديما، ف بتبقى بشكل كبير جدا. على حسب بقى، لو في البريست بيبقى بتعاني من ليمف ايديما، في الدراع لو سواء بقى اندوميتريوم كانسر او سيرفايكال كانسر او اوفاريان كانسر، لو عمل لينف ادنكتومي يبقى لينف اديما في الرجلين. الناس دي بعد السيرجريز بتعاني من ماسكولوسكليتال سيمبتومز رهيبه يعني. مثلا شفت برضو بيحصل عندهم زي ستيفنس كده، وبيحصل عندهم صعوبه في الحركه بتاعه المفاصل اللي هي ليها علاقه بالمكان اللي اشتغلوا فيه السيرجري. مثلا بالنسبه لل بريست كانسر بقى مشاكل غالبا في دراع في مفصل الكتف. بالنسبة لل other tumors بتبقى في مفصل الفخذ يعني. مشاكل الستيفنس وكمان الويكنس اوف ماسلز وكده، بتعاني من المرضى دي من تعاني من المشاكل دي بعد السيرجريز بشكل كبير. كمان في حاجة تانية، الوند نفسه والسوتشرز، شفتها برضو العينين اللي عاملين بريست كانسر اللي عاملين ماستكتومي بتبقى المكان بتاع الجرح بتاع الماستكتومي بيبقى فيه زي شد جامد، ما بتقدرش تتحرك، غير بقى مشكلة المفصل نفسها انها المكان ده نفسه بيشد عليها جامد، مش بتقدر تتحرك منه زي ما يكون حصل في هايبروزس في التيشوز تحت السوتشرز تحت المكان بتاع الجرح، فبتخلي يبقى فيه شد كتير جدا. إلى جانب إن المرضى دول بسبب العلاجات وبسبب طبيعة الحياة لفترة أثناء فترة تلقي العلاج يحصل عندهم ستيفنس في الماسلز بصفة عامة بقى، في اللمبر ماسلز، في الماسلز بتاعت الرجلين، ماسلز بتاعت الظهر، ماسلز بتاعت الرقبة، يحصل عندهم مشاكل بتخليهم يبقى هم عندهم فتيك اصلا، لما بيتحركوا بيبقى جسمهم كله بيوجعهم. ده غير حط بقى عليه كمان البوندوس والاوستيوبروزس، حط مع ده كمان المينيبوزال سيمبتومز اللي بتعاني منها المريضه. تخيل بقى التشكيله دي كلها عند مريضه دي كده المفروض انها خفت من التيومر يعني. المريضه دي يعني بهذا الشكل المثير للشفقه لو تخيلته. في حاجه كمان نسيت اقولها، الكيموثيرابي بيعمل حاجه في منتهى السوء اللي هي البين والنمتنس في الاطراف بتاعت، ان هو نيوروباثي، بيعمل بين ونمتنس في الاطراف الاصابع بتاعت الايدين والرجلين، فتبقى هي عيني بتمسك الحاجه ما هيش عارفه هي مسكتها ولا مسكتهاش، حاطه رجلها على الارض مش حاسه انها لامسه الارض. ده حاله اللي هو ده وضع انها تكون لسه مش حاسه. الوضع الاسوأ منه بقى كمان انها على طول يبقى عندها الم في هذا المكان، هي مش حاسه لانها مسكت الكوبايه ولا مسكتهاش، فالكوبايه تقع منها انها مش حاسه بيها، وكمان بقى ايديها بتوجعها على طول. ده كله طبعا بيبقى ليه سايد افكتس ثانيه على السايكولوجيكال سيتويشن. لو انت جيت تتخيل السيناريو ده في خيالك، تلاقي المريض فعلا تعبان يمكن اكتر من اللي عنده كانسر، مع ان ده كده المفروض ان هو خف من الكانسر، المريض تعبان بجد. كل ده سايد افكتس من التريتمنت. طب هتقولي هو كل المرضى بيحصل لهم كل السايد افكتس دي؟ مش كلها، هنقول تلات ارباعها، كتير قوي برضه.
نصها كتير قوي. بس انا يعني اقول لكم يعني كل المرضى اللي خدوا كيمو ثيرابي تقريبا كل السايد افكتس بتاعت الكيمو ثيرابي دي ظهرت عندهم يعني بصراحه يعني طبعا بتفاوت يعني، بس فعلا يعني بتظهر عندهم بنسبه كبيره قوي، مش زي اي علاج مثلا تقول لي مثلا العلاج ده بيعمل سايد افكت مثلا واحد في الالف، لا لا، في الكيمو ثيرابي بيحصل لنسبه كبيره جدا من العيانين، عيانين اللي تعرضوا للسيرجريز بيحصل لهم نسبه كبيره. المينوبوزال سيمبتومز تقريبا كل المرضى اللي بتاخد انتي هرمونال ثيرابي اللي هو الانتي هرمون ثيرابي تقريبا بيحصل لهم المينسترول اللي هم المينوبوزال سيمبتومز، فبيعانوا من سايد افكتس كتيره، وكل السايد افكتس دي بتصب في النهايه كمان في الدبريشن، فبيبقى المريض بيعاني من سايد افكتس وديبريشن، وهي بقى سيركل يعني سايد افكتس دي يزيد فالديبريشن يزيد فالسايد افكتس يزيد فالديبريشن يزيد وهكذا. طيب يأتي بقى هنا دور المخلص الريهابليتيشن اللي بيكسر سيركل دي ويعيد المريض مرة تانية ليه زي ما بيقولوا للحياة، مقصودش طبعا الحياة، أصل الحياة الطبيعية يعني. طب الريهابيليتيشن ده انا النهارده طبعا في المحاضره بتاعتي نظريا بستهدف اطباء النساء والتوليد، لكن انا فعليا بستهدف كل العاملين بالقطاع الطبي، سواء اطباء في التخصصات المختلفه غير النساء والتوليد، سواء ممرضين، سواء علاج طبيعي، سواء نفسيين معالجين نفسيين، طبعا في كمان اطباء نفسيين بس في كمان المعالجين النفسيين، سواء علاجين معالجين التغذيه، سواء كل العاملين في القطاع الطبي هم involved في موضوع الريهابليتيشن، فلذلك هو تيم كبير أعضاؤه كتير. عشان كده زي ما قلت لكم ما ينفعش تبقى بتروح زي ما حكيت لكم في أول المحاضرة تبقى بتروح مرة هنا ومرة هنا وما فيش سيستم، الموضوع معقد وكبير ومحتاج سيستم ومحتاج منظومة ومحتاج مستشفى كلينيك كبيرة تجمع الناس دول كلهم في مكان واحد. يعني المستشفى اللي كنت شغال فيها كان فيها كل التخصصات دي، يعني كل الناس دول موجودين في مكان واحد، المريض بيجي يقعد معاهم شهر مثلا، وهحكي لكم بعد كده السيكونس يعني الخطوات، المريض من اول ما من بعد ما خد التريتمنت بتاعه ما خلص التريتمنت بتاعه لحد ما خلاص اندمج في حياته بشكل كامل، ايه الخطوات اللي بيتم بيها. احكي لكم ده بس يعني بصفه عامه، هو تيم كبير، موضوع مش موضوع زيارة للدكتور ده مرة كده وزيارة للدكتور ده مرة كده، لا موضوع كبير. هو صحيح ممكن يبقى يعني ممكن في شخص منهم تحتاج تروح له مرة واحدة، بس هو مين اللي بيحدد، مين اللي بيقرر انت تروح مرة واحدة ولا هتروح له أكتر من مرة. فأحكي لكم بقى إيه الخطوات اللي بتتم من بعد ما المريض ده أو المريض ده بعد الشر عنكم جميعا جاله التيومر وخف منه وخد خلاص التريتمنت بتاعه. ايه الستبس اللي بتتم معاه بعد كده؟ انا مش كاتبها هنا، انا هحكيها لكم من واقع معايشتي انا الموضوع يعني لفتره طويله من الزمن. في الاول المريض بعد ما خلص كل العلاج بتاعه المستشفى اللي كان بياخد فيها مثلا ثيرابي بتديله نصيحة ريكومنديشن ان يلا انت محتاج تروح للريهابليتيشن، انت كده خلصت لك يلا روح على الريهابليتيشن. بيعمل ده الطبيب المعالج مثلا بتاع النساء والتوليد بتاعه، او بيعمل ده المستشفى اللي هو كان بيتعالج فيها، او بيعمل كده كمان اللي هو الهاوس ارتس اللي هو الدكتور اللي هو الدكتور الاسرة. طيب هو راح قال انا عايز اعمل يا جماعة ريهابليتيشن، بيبعت مثلا اللي هي الدويتش رينت فيرزيشن اللي هي هيئة المعاشات انا عايز اعمل ريهابليتيشن، بيشوفوا الاماكن وبيشوفوا مين فاضي امتى والاماكن تفضى امتى وكده، يقولوا خلاص انت هيجي لك ريهابليتيشن يوم كذا في او هتبدا ريهابليتيشن يوم كذا في مستشفى كذا مثلا، يوم بعتين كل الاوراق الخاصه بهذا المريض لهذه المستشفى من اشعاعات وتحاليل والتقارير الطبيه بتاعته وازاي اكتشف المرض وازاي العلاج اللي اخده وايه العلاج اللي اخده والتوقيت وكده، كل ده بيتبعت المستشفى. المستشفى تاخد الورق وتقراه وبيتعرض على حاجه كان اسمها ريها اسيستنت اللي هو ده يعني مساعد طبيب، زي حاجه زي مساعد طبيب كده، يقرا الحاجات دي الاول. تمام،
المريض بيجي يوصل المستشفى. طبعا هي المستشفى اللي انا كنت شغال دي فيها كانت على جزيره في وسط البحر، في بحر الشمال، في اقصى شمال المانيا. فيجي المريض يوصل المستشفى، بيوصل الجزيره دي، بيركبوا زي مركب بيوصلوا الجزيره، تروح لهم زي حافله كده او باص ياخدهم من عند المكان اللي بتوصلهم المركب يجيبهم المستشفى. دخلوا المستشفى، اول حاجه بيتسكنوا في الغرف بتاعتها. كل مريض الاول بيروح على التمريض، يقول له انت غرفه كذا، انت غرفه كذا، انت غرفه كذا، انت غرفه كذا، ويقول لهم انتوا معاكم مثلا الساعه 7 بالليل للمحاضره التعريفيه. كانوا بيجوا الساعه 7 بالليل. طبعا في طبيب مقيم اللي هو المناوب، اللي هو انا واحد منهم يعني. الطبيب المقيم ده يجي للمرضى الساعه 7 بالليل، بنعمل محاضره. المحاضره دي بتحكي للمرضى عن ايه اللي هيتم هنا في المستشفى، وايه الخطوات اللي هتتم معاهم، عشان وايه ياخدوا بالهم من ايه، ما ياخدوش بالهم من ايه، ايه الحاجات اللي بتتكون منها المستشفى. طبعا المستشفى بقى فيه طبعا تابع ليها صالات رياضيه واماكن الالعاب الرياضيه، حمام سباحه. انا عارف ان ممكن الناس تضحك تقول دي رفاهيه، كل حاجه من الحاجات دي ليها دور هحكي لكم عنه. حمام سباحه، العاب رياضيه، الاماكن المختلفه. في المحاضره دي بتعرفهم ايه يعني ايه بالاول، او بتعرفهم يعني ايه ريها، يعني هم يعني ايه ريهابليتيشن اللي هم جايين ده، وايه اللي هيتم معاهم. الخطوه اللي بعد كده، تاني يوم المريض بيروح يقابل الريها اسيستنت اللي هو المساعد الطبيب اللي انا حكيت لكم عنه، اللي هو كان في الاول اخد فكره عامه عن المريض من قبل ما يشوفه خالص. يقعد ياخد منه كده هيستوري سريع، هيستوري، يحكي له المريض ايه اللي عنده، ايه اللي عنده، ايه اللي عنده، بدا ده كذا، امتى بدا، امتى كده، يعني يحكي له. يروح مدخل الحاجات دي كلها، هكذا كده المريض يمشي يرجع اوضته تاني، يدخل الحاجات دي كلها للطبيب. الطبيب يقعد يقرا بقى الملف بتاع المريض كله من اول ما الموضوع حصل عنده، وازاي التريتمنت اللي اخده وكده، وايه اللي الهيستوري بتاعه. تمام، بعد كده يجي بقى المريض للدكتور، يقعد مع الدكتور. والله كان في مرضى ممكن تقعد معاهم ساعه، ساعه ونص، بتعمل اكزامينيشن لكل طرطوفه في العيان، لكل شعر، اكزامينيشن فول اكزامينيشن، نيورولوجيكال، جينيكولوجيكال طبعا، نيومونولوجيكال، كارديولوجيكال، كل اللي هو الفحص السريري. السريري بتعمله فحص كامل، فحصت المريض تماما تماما تماما، تيجي تكتب بقى انت كتبت الفحص بتاعك. انت هنا اصلا بتتعامل مع المريض، مش جاي تتعامل مع جينيكولوجيكال باتسينت بيشنت، يعني مش جاي تتعامل مع مشكله نسائيه. ده المريض ده اخذ كيموثيرابي او اخذ اديوثيرابي، فهو عنده مشاكل بقى متنوعه في حاجات كتير جدا من الجسم، اللي زي ما قلت لكم مشكله في الاعصاب، مشكله في المخ، مشكله في العضلات، مشكله في الليمف ديما. تقعد بقى تكتب كل الاكزامينيشن اللي انت عملته للمريض. طيب بعد كده والسايكولوجيكال، تقعد كمان تتكلم مع المريض المشاكل النفسيه اللي بيحس بيها، تحاول تحلل برضو المشكله النفسيه اللي عنده. طبعا انت مش راجل نفسي نفساني، بس بصفه عامه انت بتعرف هو رايح في انهي اتجاه، يعني المشكله عنده خوف، ولا المشكله عنده ستريس، ولا المشكله عنده ديبريشن، المشكله في انهي ناحيه يعني. تمام، تقعد تكتب بقى الكلام ده كله. بعد كده بتقعد مع المريض تعمل الريهابليتيشن بلان. تقعد بقى تكتب وتحط خطه للمريض ده. المريض ده مثلا عنده مشاكل في العضلات، فاذا ده محتاج يروح للراجل بتاع اللي هو مثلا الفسيولوج اللي هو العلاج الطبيعي مثلا يعالج له المشكله دي في العضلات. عنده ليمف اديما، فانت هتوديه يعمل ليمف دريناج مثلا بالشكل الفلاني. عنده مثلا مشكله غذائيه مثلا، فتوديه للراجل الدايتريشن يظبط له الاكل بتاعه. عنده مشكله نفسيه، فهتروح يلا تبعت له للسايكولوجيكال تريتمنت للراجل السايكولوجي يعالجه. عنده حاجات بقى كتير، كل حاجه من الحاجات دي يعني تبقى. في نقطه مهمه جدا انت برضو في نقطه تقعد تحللها وانت قاعد معاه، الوضع الوظيفي. المريض كان بيشتغل ايه؟ الموظف اللي قاعد على مكتب يختلف عن العامل، ده محتاج متطلبات مختلفة عن ده، فأنت بتعرف هو بيشتغل إيه. لأن بعد كده أنت لازم تظبط المريض إنه يرجع طبيعي،
فلو هو مثلا انا فرض موظف قاعد على مكتب، فانت محتاج ان هو يكون ما عندوش مشاكل في الظهر عشان يقدر يقعد على المكتب بتاعه، محتاج ان هو تكون ايديه شغاله كويس عشان هو يقدر يكتب ويعمل ايديه. طبعا ده بتعالج كل حاجه، بس يعني ايه النقاط المهمه ان هو ترجع كويس عشان يقدر يؤدي وظيفته بشكل كامل. طيب لو خلاص يستحيل ان هو يؤدي وظيفته مره تانيه، طب نعمل ايه؟ نرفده ونقعده في البيت او نسوي معاه ونقعده في البيت؟ لا، هنا بقى تاتي دور ان احنا زي ما قلت لكم بنهيئ البيئه المحيطه بيه للتعامل مع المريض، عن طريق ان مثلا ده كان شغال مثلا عامل في مصنع او كانت شغاله عامله في مصنع. طب هل لو احنا نقدر ننقلها انها تشتغل اداريه، فتشتغل اداريه في المصنع، فنبقى مثلا نقدر نظبطها انها تقدر تكمل شغل. احنا هدفنا في النهايه زي ما قلت لكم الموضوع فاينانشال، الموضوع في النهايه مادي. انا عايز المريض يرجع يشتغل تاني ويدفع ضرائب احسن من انه يقعد في البيت وياخد معاش، انا ده هدفي. تمام، فخلاص مش هينفع يأدي الوظيفه دي. طب ينفع يأدي وظيفه تانية؟ طب ما ينفعش يأدي الوظيفه دي ولا وظيفه تانية ولا اي حاجه. طب هل ينفع نعمل له حاجه اسمها ام شولونج يعني تشتغل مثلا سواق، تشتغل مثلا اي حاجه تانية، يعني اشتغل عامل مثلا ترزي، اشتغل يعني تعمل انشر اعاده تدريب لحاجه تانية خالص. هل ينفع نعمل ده؟ ممكن نعمله. طب هل انت يعني كريهه كلينيك انت مش ده، انت كمستشفى اعاده تاهيل؟ لا مش ده، انت بتدي توجيه احنا هنمشي ازاي بعد كده. انت المريض ده خلاص انت عايز تعيد تاهيله، عايز تعيد دمجه في المجتمع مره تانية، ف بتشوف القصه دي برضه. بعد كده المريض بيخرج يروح يقعد مع الراجل بتاع الفيزيوثيرابي. الراجل بتاع الفيزيوثيرابي يلاقي مثلا عنده مشكلة في عضلة كذا، في عضلة كذا دي احنا محتاجين ننزلك تمارين سباحة مثلا، عشان او تنزل حمام السباحة وقت محدد عشان نقوي العضلات الفلانية. انت هتدخل صالة الجيم تلعب على العضلات الفلانية دي بحيث ان احنا نقويها. انت عندك ستيفنس مثلا، عندك شد في العضلات الفلانية دي، يعني احنا هنتعامل معاه نعالجه. عندك ليميتيشن للموفمنت بتاع، بعد كده بعدها هنتكلم عنه بعد كده. عندك مثلا ليميتيشن للموفمنت بتاع مفصل معين احنا هنشتغل عليه، الرينج بتاع الحركة بتاع المفصل. طيب كل ده بيعمله الراجل بتاع الفيزيوثيرابي. عندك بين، ممكن بين مانجمنت كمان، ازاي ان احنا نتعامل مع الالم بتاع بتاع المنطقه دي. عندك ليمف اديما، طب هنتعامل مع الليمف اديما بتاعت المكان ده ازاي ان احنا نقللها بحيث ان انت تقدر تمارس حياتك بشكل طبيعي مره تانيه. طيب النفسيا بقى، انت دلوقتي بقيت بتعاني من ميموري لوس وبتعاني من ديبريشن وبتعاني من ستريس، طيب بتدخل الراجل بتاع النفسيه يعمل لك بقى، يظبط لك هذه المسائل اللي تتعامل مع المينتال والايموشنال والبينج بحيث ان هو يقلل الستريس، يقلل الانكزايتي، يقلل الديبريشن، يزود تاني الميموري، يعملوا كمان شويه كمان العاب كده بحيث انها تنمي الذاكره وتقوي الذاكره. يعني احنا هدفنا في النهاية المريض يرجع يعيش عشان انسان طبيعي يعني. طيب بعد ما احنا كده ده بيروح للراجل اللي هو الاخصائي بتاع العمل ده، اللي هو الاوكيشنال كونسلر، اللي هو الاوكيبيشنال ثيرابيست، اللي هو الراجل متخصص في العمل الوظيفي. الراجل ده بقى ده موظف ليه علاقات بشركات كتير جدا، ليه علاقات بمصانع، وليه علاقات بالموظفين بوزارة العمل أو مكتب العمل، ليه بقى علاقات مختلفة تمام كتير ليها علاقة بالعمل والعمال. إن هو يا إما يظبط لك وضعك، يا إما إحنا كأطباء أو إن إحنا كفريق طبي نظبط إنك تدخل ترجع لوظيف جديد يناسب وضعك الحالي. ده وظيفة اللي هو الفوكيشنال كونسلر أو الأوكيبيشنال ثيرابيست. ده كده بتروح للراجل بتاع الدياتيشن، يظبط لك الأكل. طبعا كتير من المرضى التيومرز بيحصل عندهم كمان ميتابوليك سيندروم أو ميتابوليك ديزيزز، فبنبدأ يبدأ يتعامل معاهم بحيث إن هو يظبط الأكل بحيث إن هو
ظبط لهم الغذاء بتاعهم. انت محتاج بروتين، انت بتعمل زود في البروتين، انت محتاج فات اسيدز مثلا، فيلا نزود فاتي اسيدز، محتاج الفيتامينز الفلانيه دي عندك فيها نقص، فده يلا تعالى نزود الفيتامينز دي بشكل معين من شكل الطعام، وهكذا وهكذا وهكذا، بحيث ان احنا يرجع اعاده تاهيل غذائي كمان للمريض، بحيث ان هو يرجع لشكله الطبيعي. طيب السبيتش باثولوجيست ده بقى طبعا متخصص يعني في مشاكل تانية، في سرطانات تانية، او حتى عندنا في سرطان لسه في حالات نادره بسبب بعض التريتمنت بتحصل عند المريض مشاكل في البلع، مشاكل في الكلام، فاحنا بندي برضه السبيتش باثولوجيست ده مهمته ان هو يعيد تأهيل المريض تاني، إن هو يقدر يدربه على البلع، ويقدروا كمان يعني يدربه على التحدث، يرجع تاني يستعيد صوته ويتحدث بشكل طبيعي. ده التيم اللي إحنا بنشتغل معاه في اللي هو الريها كلينيك. طب هل إحنا كده بعد المريض بيقعد معانا قد إيه؟ تقريبا بيقعد معانا شهر. في تخصصات تانية المرضى بيقعدوا أكتر من كده، بس المريض كان بيقعد شهر في المستشفى، ما بين بقى التدريبات المختلفة والحاجات المختلفة، بحيث إن هو بعد الشهر ده يرجع تاني بقدر الإمكان يمارس حياته بشكل طبيعي. طب هل هو بعد ما خرج من المستشفى كده موضوعنا خلص معاه؟ لا، ما خلصش. في نقطتين، النقطة الأولى إن هو لازم في فولو أب بلان تتحط للمرحلة الجاية، ان هو هنشتغل على ايه بعد كده، بقى الانفستيجيشنز اللي احنا هنعملها بعد كده بشكل دوري، بحيث ان احنا نحافظ دايما ان هو يفضل في وضع كويس. كمان بنبعتهم على سبورت ستوديو يمارسوا علاج طبيعي، او يمارسوا علاج رياضي، يعني رياضة بشكل معين لتنمية عضلات معينة، ان هو يستفيد منها تاني عشان يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. مديله بقى كمان appointment للزيارة، للمتابعة في أوقات محددة وكده، وبنديله كمان مثلا نظبط موعد لمرة تانية ان هو يجي بيها كلينيك، مثلا كمان سنتين، مثلا ان هو يجي كمان عندنا المستشفى مرة تانية. احنا كنا دايما بنشبه المريض بعد ما بياخد التريتمنت بتاعه زي الموجة، هو بينزل لتحت، حالته الصحية والنفسية والبدنية بتنزل تحت جدا، يجي عندنا مستشفى ريها يا على فوق، يقعد عندنا شهر عالي، بعد كده يخرج من عندنا، بداية ما بيخرج من عندنا بيبدأ ينزل مع الوقت، ينزل لتحت تاني، بس بشكل يعني مش بشكل سريع، بشكل متدرج. وما احنا بعد سنتين نديله واحدة كمان، نديله واحدة ريهابليتيشن مرة تانية، تطلعه تاني بعد كده. يعني هي دي الفكرة بتاعتنا، ان احنا هيديله ريهابليتيشن مرة تانية بحيث ان هو يوصل لمرحلة البلاتو ويرجع بقى شخص طبيعي تماما، يمارس حياته بشكل طبيعي تماما. فبنديله البوينت ده كمان. وكمان ان في حاجة، جزء مهم، ان احنا نتابع ريكارنس. يعني مثلا المريضة اللي جالها بريست كانسر في ناحية، المريضة دي وارد جدا، وارد جدا جدا ان يعني يجي لها بريست كانسر سواء في نفس الناحيه، لو هي كانت ما عملتش ماستكتومي يعني شلت مثلا لوبيكتومي بس، وارد جدا يجي لها كانسر في الناحيه الثانيه، في الناحيه نفسها او في الناحيه الثانيه. طيب المريض اللي جاله بريست كانسر، طب ما دي ممكن يجي لها اوفريان كانسر، فاحنا عايزين نتابع عندها فاميلي هيستوري من كانسرز مختلفه، وهي جالها كانسر، فاحنا متوقعين ممكن يجي لها كانسر في حاجه ثانيه، سواء مثلا انتستاينال او في الكولن او في الاعضاء التانية من الجسم، انها ممكن يجي لها كانسر. خلاص المريض ده عنده قابلية عالية ان هو يجي له كانسر، وعنده الريسك فاكتورز اللي خلته يجي له كانسر مرة، فالريسك فاكتورز دي تخليه يجي له كانسر مرة واثنين وثلاثة. وكمان المريض خلال فترة الفولو اب بيقدر ان هو يسأل عن اي شيء بيجد عليه، واحنا بنتابع معاه بحيث ان احنا نكتشف لو في اي مشكله حصلت ازاي نقدر نتعامل معاها بسرعه. المحاضره بتاعتي معظمها زي ما قلت لكم او كلها يعني او اكثرها بيتاخد من الفتره اللي انا اشتغلت فيها في المستشفى الريهابليتيشن، وكمان اعتمدت فتره بجزء كبير على الويب سايت بتاع الامريكان سوسايتي اوف كلينيكال اونكولوجي، بنتكلم هو كمان عن الريهابليتيشن الاونكولوجي بشكل كبير. ف
فبرضه لو حد يقدر يحب يرجع للمزيد من المعلومات يقدر يرجع للويب سايت بتاعهم يستفيد منها أكتر ويعرف تفاصيل أكتر. وفي النهاية بشكركم جدا على حسن استماعكم، وطبعا يسعدني ويشرفني في أي وقت إن أنا أتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأتمنى إن أنا أقدر أجاوب عليها، أو على الأقل حتى لو ما قدرتش أجاوب عليها بشكل كامل إني يعني أوجهك إزاي تلاقي إجابة السؤال بتاعك، أو فين تلاقي إجابة السؤال بتاعك على قد ما أقدر. شكرا لكم مرة تانية، وبوجه الشكر مرة تانية لنقابة الأطباء المصرية على العمل اللي هي بتعمله والمجهود اللي بتبذله لرفع كفاءة الطبيب المصري ورفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر. وطبعا بتوجه بالشكر الكبير جدا 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 لمنظمة جسر، والمجهود الرائع الأكثر من رائع اللي بتعمله لكل المصريين في ألمانيا سواء أطباء أو في التخصصات المختلفة. وأنصحكم بأنكم تطلعوا على الويب سايت أو الصفحة بتاعتها وتعرفهم أكتر عن جمعية جسر والأنشطة اللي هي بتعملها، لأنها فعلا حاجة مفيدة وأكثر من رائعة. بشكركم مرة تانية، وأتمنى إن احنا نتقابل إن شاء الله قريب في محاضرة تانية وموضوع جديد إن شاء الله نستفيد منه كلنا. شكرا لكم.